FM. الكلمة ليك. كلمة أخيرة في الحقيقة حبيت أنه نشير إلى أنه بقدر ما سجلنا معنا العديد من المشاريع المهمة في الجهة وكانت محل ارتياح من قبل الأهالي، بقدر ما أنه ثم هناك العديد من المشاغل اللي إن شاء الله بالتنسيق من إشراف السيدة والية نابل وكل الإدارات المعنية أنا نعمل على تحقيقها، سواء كان بتسريع باستكمال أحداث المنطقة الصناعية، الارتقاء بتصنيف المستشفى الجوي من صنف باء إلى صنف آ، بناء قاعة مغطاة بمنزل حر، أحداث مجمع الصحة الأساسية، بناء مسرح الهواء الطلق كنا نتحدث عليه، بناء قاعة كذلك لكرة الطاولة بمنزل التميم، دعم البنية الأساسية هذه كما كنا نتحدث، الحقيقة عدة مشاريع خاصة على مستوى توفير سواء كان فرص للتشغيل للشباب وعدة مشاريع الحقيقة. تواصل كذلك مشاريع تهذيب الأحياء وما إلى ذلك، حدث معنا طلبات إن شاء الله أن نعمل على تحقيقها للمواطن. الكلمة ليك.